die for. ازيك حبيبتي؟ عامله ايه دلوقتي؟ كويس. متخافش، مش هعمل في نفسي حاجه. انا اكتشفت ان انا حتى فاشله في ان انا موت نفسي. خلاص بقى، هقضي الوقت بلطافه، مش هضايق حد فيكوا تاني. بعدين يا ساره، ليه بتقولي كده؟ انت لو تعرفي كلنا بنحبك قد ايه، ما كنتش تتكلمي عن نفسك كده ابدا. انت مجرد وجودك في حياتنا مهم، كفايه نشوفك بتضحكي ومبسوطه. انت شايف كده؟ انت شايف ان انا مهمه بالنسبه لكم؟ دي حقيقه مش محتاجه اقولها، بس اللي محتاج اقوله بجد حاجه تانيه خالص شغلاني، ومش قادر اخبيها عليك اكتر من كده. قول يا بابا. ليه مخبيها؟ عشان حاجه هتبقى غريبه عليك لو عرفتيها، ومش عارف بالظبط رد فعلك هيكون ايه. عشان كده كنت متردد من فتره، ومستني الظروف تتحسن معاك عشان اقول لك عليها. قول لي في ايه بالظبط يا بابا؟ بص يا ساره، أنا زي أي واحد في الدنيا دي، حياته كان فيها أسرار، حاجات كتير عملتها وحاولت أنساها، لكن في حاجة رجعت من الماضي ما اتنسيتش. بنت. أنا ليا بنت من واحدة تانية غير أمي، والبنت دي تبقى كارما. كارما أختك يا سارة. في ايه يا سارة؟ ما بتقوليش حاجة ليه؟ انت سمعت اللي قلته؟ سمعت. محدش رد يا بابي. انت ايه اللي جرالك بالظبط؟ معقولة خبر زي ده ولا يهمك ابدا؟ هو ده رد فعلك على حاجة زي دي؟ مش فارق معاك يبقى لك اخت تظهر بعد كل السنين دي؟ لا مش فارق معايا، ما يهمنيش انها مش اختي. مش اختك؟ يعني ايه؟ يعني انت مش بابايا عشان يكون عندي اخت منك. انا مش بنتك اصلا. انت بتقولي ايه؟ يعني ايه مش بنتي؟ انت اتجننتي بجد ولا ايه؟ انا ما اتجننتش، انا مش بنتك. انا بنت مصطفى صبري، صديق عمرك. اسأل صافي لو مش مصدقني. أنا آسف، أنا ما كنتش عارفة أخبي عليك، كنت لازم أقولك. أنت بالنسبة لي بابايا، أنت اللي ربيتني صدقني.